تذكرنا بالجيل النصراوي الذهبي الأمتع. ذلك الجيل الآن الكرة فيها رفشان يقول له رفشان يقول له خليد باحشوان يقول له روح شوف خلصنا لأن هنا صوت مدوي لجمهور النصر. هذه الكرة هذه اللقطة اللي حاول من خلالها عبد الرزاق حمد الله وبعد ذلك فكر في المرور بهذه الصورة وبعد ذلك كان الالتحام مع حارس المرمى عبد الله الجدعاني. كل ذلك لا شك قرارا نتركه للأوزبكي وكما ذكرت لكم هو أهم حكم آسيوي ليس فقط في هذه الفترة بل لفترات. بنالتي بنالتي قرر الأوزبكي ركلة جزاء يتقدم ويحطها جول. الله يا حمد الله التقيت المجد في عالي الثورة كبرياء العزي ليث الأطلسي ليث الأطلسي يتقدم الآن يتقدم لإعطاء السعادة في وقت مبكر للنصر. الله هدف حمد الله صحيح 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 هو صحيح تقدم من ركلة الجزاء وسجلها لا شك بأنها لقطة. الله الله على اللقطات الرائعة في دوري بلس تعبر عن كل الحيثيات من هذه الكرة ومن هذا الهدف. بدأ اليوم واليوم من حديث عن موقعة 29 مارس عندما يصفق الرئيس وعندما يفرح العالمين.